محمد راح فين؟ قومي عايز اضحك عليك. اوعى تهدي. اوبا قومي. طيب يلا. لا هي بتتزحلق من البلاط. اجي اساعدك. تعالي قومي. ايوه يلا يلا. خلي بالك بس لحسن لو وقعت في البسين مش هنعرف نتعامل معاها. طب تعالوا كده اقفوا ناحيه البسين هنا كده. ماشي. خلي بالك يا محمد البلاط اللي بتدوس عليه ده بيقع. ما تخافش انا متخصص معايا. تحب اركب لك عليها؟ ارك. تعالى يا عسليه قرب عليا. صوتهم بيعمل ايه يعني؟ المعده بتمقمق. ما لهمش صوت دول يا حسن. مش عارف ما بيعملوش صوت خالص. اغرقكوا بقى على كوب النعام. امشي. الله. هدي حيلك. يلا بس ايه خليك سريع. يا ابني بقول لك خبره. انا اصلا كل اسبوع بروح عند عروسته بالنعامه. اه. يا انت اصبر. ساعدني عم ايه؟ خلي بالك بس لحسن يخرجوا. انا عايز امسكها. اوبا. انا تعبت. انا بص يا جماعه احنا جايبين النهارده النعامتين دول اللي انتوا شايفينهم. ناويين ان شاء الله ان احنا نعمل كده عليهم حلتين محشي مشكلين يكونوا حاجات حلوه. نجرب النعام في اكله لاول مره. بس احنا طبعا ايه قبل ما نقول لهم ان احنا هناكلهم هنعمل فيهم مقلب كده ان هم هيعيشوا معانا وهنعيشهم في الجنينه هنا. شكلهم حلو قوي في الجنينه. هو ازاي محمد هنيدي كان راكب على النعامه دي في الفيلم؟ يا ابني انا عايز اركب. هركب بس انا مش راضي. بس انا عايز اركب. عايز اجرب ركوب. هتعرف؟ لا بس خلي بالك لانها تجري يا سريع. يركب على دي ولا دي؟ دي. هتجري من هنا. اوب مسكتها. يلا تعالى يا يوسف. تعالى تعالى شيلك. يا ورح. يلا يا يوسف. هوريك بقى. ايه عورتك؟ دي اديتي بالراجل. دي بتضرب. بتضرب جامد قوي ربنا. ايه بص على الديك بالرجل لما بتمسكها وتتملك منها بتلاقيها ضربتها. يا باشا انت عشان انت لما هو ما استهلكتهاش. انا بقول لك تخصص نعام يا ابني. انا انت بتمسك النعامه من عند الدوش هنا. استعبطه. يلا يا يوسف تعالى اشيلك. افتح رجلك وخلي رجلك تحت جناحاتها. ماشي يلا تجري مني من الجنب. افتح جناح يا محمد اهو. يا جماعه في واحده وحاول توسع ايديك. انت بتقول لها افتح بقها. النعامه خرجت. النعامه خرجت. اجري. خلي بالك من المايه. بس هي يركب وهي قاعده. طيب وهي نايمه كده. ماشي تعالى يا يوسف. بص عملت فيا ايه يا جماعه؟ ايه رايك يا حسن؟ بقول لك ايه رايك نقول لهم ان دوت مشروع هنعمله هنربيهم في الجنينه هنا ولا نقول لهم جايبينهم للعيد اضحيه؟ ماشي نضحي بيهم. هي غباء بس نضحي بيهم عادي. يعني انا الاحسن. انا شايف بتاعت العيد دي هتستفزهم قوي. هنضحي بيهم في العيد احسن. ماشي هو خلاص العيد فاضل عليه ايام. بس بصوا دلوقتي بقى يا جماعه انتوا بتطلبوا مننا مقالب كتير. فبعد اذنكم بعد اذنكم تنزل دلوقتي تضغط لايك وتوصل الفيديو دوت لمليون لايك. حلو مليون لايك ايه يا عم الاوفر ده؟ ايه عم الاوفر ده؟ هو احنا جايبينه بربع مليون جنيه ده ب 25000. وصلوا الفيديو دوت يا جماعه ل 500000 لايك بس بلاش مليون. وانتوا قدوا وقدوا ان شاء الله توصلوه. طب انا عايز اركب يا حسن. ما هو كلكم مش هينفع تركبوا عليها لان هي مش هتتعب. مش هتنفع. لا هينفع في هم كبار اصلا. طب انا هقول لكم على حاجه. هنعمل تحدي مع بعض. ماشي هنشوف مين اسرع واحد يقدر يمسكها واسرع واحد هو بس اللي يركب. ماشي. يعني مثلا هندي لكل واحد كام؟ ممكن 30 ثانيه. يعني 30 ثانيه مع كل واحد يشوفوا هيمسكها قد ايه. ماشي. اللي هيمسكها في ثانيتين يبقى امسكها في ثانيتين. اللي هي مش هيمسكها خالص يبقى ما امسكهاش خالص في 30. ابدا انا الاول. ماشي هتبدا؟ طب استنى. يلا جاهز؟ خويا محمد امسك انت الستوب ووتش. اسرع واحد هيمسكها. يعني انت لو مسكتها و30 ثانيه لسه ما خلصوش عادي. امسكها اللي هو احضنها ولا امسكها اللي هو توقفيها؟ المهم توقفيها. اللي هو تحضنها تخليها تقف. واحد اثنين ثلاثة. خلي بالك خلي بالك 30 ثانيه هيخلصوا. امسك اي واحده. ما تركزي مع واحده معينه. اي واحده فيهم. حاسس هتطلع بره. هتطلع بره. 30 سنة لسه ما خلصوش؟ لا لسه. ما خفت تجيلي بالرجل. ايوه تمشي. ها
خلص الوقت، خلص الوقت. مين هيخش تاني؟ يلا يا نير. انا ماشي. يلا يا نير ماشي. اطلع يا فاشل. يا رب اركبها. اطلع يا فاشل. استنى بس ايه، نجمعهم لك كده جنب بعض. استني بس، ده احنا حبايب والله ما هكلمك. حلقوا بس عليهم يا جماعه الاحسن عشان تسيب. استني. اوعى يخرجوا، اوعى يخرجوا. استني بس والله هكلمك بس. يا بنتي مش عارفه منك. هما ال 30 سنه بتوع نار ما بيخلصوش. نار خسر. ستوب ستوب. هي انجي اللي هتعملها فيك. بصي انجي دخلتها دخله ذكيه والله، ذكيه البنت انجي. ومش عايزين ايه اللي يجري وراهم بسرعه عشان هما بيخافوا. اهدوا، عايزين عقل. انا هطف عليهم. هيكون ال 30 ثانيه خلصت. على ما تاخد القرار هيكون الوقت خلص منك. قايل لك 10 ثواني كمان. انت كده زنقتيهم، يعني ممكن تدخلي تمسكيها بسرعه. امسكيها على طول يا بنت. امسكيها ولا لازم امسكيها؟ امسكيها وقفيها، الوقت بيخلص. انت بتفكري اجري اجري يلا خلاص. خلاص خلصت الوقت، خلصت الوقت. ايناس هتقدري؟ طب استني نخليهم لك في النص كده. يلا يا رب. يا لهوي ده ايه دي؟ ناس حكتتها ان هي تاخدهم من هنا. اجري ايناس. يلا ايناس. يلا خش. ما تبدأوا في ليه؟ عايز امسكه. يلا ايناس. انت خايفه ولا ايه؟ جيم عليها. بصي يا ايناس من زورها، امسكيها من رقبتها دي، امسكيها من رقبتها. طب يلا انا هحلق معاك اهو. ماشي. يلا روح بقى انت من الناحيه الثانيه. خلي بالك بس لا تجري، خلي بالك لا تجري. ارجع يا ماما، انت في مملكتنا خلاص. بس دوب انا بقى ادخل. يوسف، يوسف اللي عليك دوب. يوسف انا بعديك يا يوسف. يلا انا خايف. يلا ما تعملش حاجه يا عم، فتح بقها دي مرعبه يا عم. يا ما تخافش. كان نفسي. يلا ايه يا احمد، انت دكتور قد الدنيا يعني، المفروض دي تمسكها تشرحها كده. انا عارف، امال هتشرح البني ادمين ازاي؟ كان نفسي. يلا يا يوسف يلا اللي بعده. عد له يا محمد. يلا يا يوسف بس انا هساعدك اهو اهو. ارجع. ايه ده، هو راح في ايه؟ ايه ده، هو انت اللي بتجري بقى ولا هم اللي بيجروا بقى؟ هو ده انت بتلعبهم. يلا اساعدك يا اخويا. خسر يوسف. انا بقى هاخد ال 30 ثانيه بتوعي بعد اذنكم. على فكره يلا. بصوا بقى انا هعلمكم لما يكون في حاجه زي كده تمسكوها ازاي. اول حاجه هتحلق كده بالراحه وتخش بهدوء. لا يا حبيبي، لا استنى ما يبدا الوقت. طب اهو ابدا. بسم الله. بصوا بقى انا همسك لكم الاثنين مع بعض. الوقت بيقفل. بص بقى، وبعد ما تمسكها تقوم عامل ايه؟ اوب اه. يا لهوي على الرجل، يا لهوي على الرجل اللي دي. بتضربيني قدامنا سايبي؟ طب استنى، انت الوقت بتاعك خلص. استنى بقى انا. استنى عم حسن، ده ايه عليا انا بقى. خش ابدا لي بقى الستوب ووتش بتاعي. يلا واحد. يلا واحد. وجعتني. واحد اثنين ثلاثة. الله الله. عزم. الحمد لله على السلامة. السلام عليكم، تصوروا ايه؟ تعالى عامل لكم مفاجأة جوه. تعالى يا وزير، عليكم السلام. انت بتلعب ليه كده معانا؟ عامل لكم مفاجأة، خش اتفرجوا. لا ما تسيبهاش هتخرج. ما تسيبش ال ما تسيبش الحواجز. اتفضل. اتفضل. ايه في ايه؟ ما يبنى الضحية بتاعت العيد. ايه يا ابني ده؟ الضحية.
عد حلو. عملنا لكم مصلحة جامدة ومش هنكلفكم السنة دي. مصلحة ايه؟ مصلحة ايه يا سارة؟ بص. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بس. اللهم صل على النبي. حالة كده من قلبك يحبها. ده ما ينفعش ضحية ده يا ابني. ايه؟ لا وانا رغبت شويه. انضف لحم. ما انضف لحم بس ما ينفعش طحيه. ده انضف لحم. ده انا اسمع ان لحم النعام ده انا عمري ما اكلته بس اسمع انه انضف لحم. انضف لحم ما ينفعش طحيه. ده جميل يا جدي. الضحيه باربع رجول دي برجلين. مال احنا جايبين اتنين. بقول لك كلام صلاه ممكن اخد ست معاك. ما احنا جايبين اتنين يا حاجه ما اربع رجول قدامك. على فكره ما بتعدش ولا بتعمل حاجه. انت جايبهم منين؟ شاريينهم. انا عمرنا ما كنا النعام. انا عارف انك شاريهم من حديقه الحيوان. ما انا عارف انك شاريهم. ومعوش اضحيه دول. ليه؟ لا كبار مش صغيرين. لحمهم لحمهم كبير. اذبح وكل في الاضحيه. لا الكبيره دي عندها سنتين والصغيره سنه ونص. الصغيرين ده عليها رجل. يا انتوا جايبينهم بقى تلعبوا بيهم بقى مش لا ده خلاص فاضل كام يوم حوالي 25 يوم على ايه ان شاء الله. مش ضحيه دول انتوا جايبينهم تلعبوا. تعالى تعالى افرجك بقى. نهار ابيض. تعالى بسرعه على النبي اتفرج. بص حط ايدك هنا كده على الدش. انت يا ابني هتبقى اه هتزعل ليه؟ انت بتضرب ازاي؟ هتديك في رجلي يا بابا. ما تبقاش قدامها. بس سيلفي ماشي قدامها. سيلفي سيلفي معاك كده بسرعه. سيلفي سكرين شوت يا جماعه. حلو يا عم. اللهم صل على النبي. ما شاء الله هنضحي بيهم ويبقى اول مره نضحي بنعام. لا 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 كده برضه سلام سلام معاك. ما ينفعوش اضحيه. هنحجز لهم مكان هنا يا حاج لحد ما ينفعوش اضحيه. ليه ليه مش هينفعوا يا ابني؟ ما ينفعش. ده لحمه حلو والله. الواد ده ما بيفهمش. ما ينفعش اضحيه. لحمهم وحش. مش هحاسبك عليهم. انا هدفع فلوسهم. على فكره على فكره دول اغلى من العجل. يعني انت لو جيت تجيب عجل ارخص منهم. يا ابني افهم يا حاج. يا حاج هدفع فلوسهم انا وحسن. يا ابني افهم. ما ينفعش تضحيه. ايوه شارك معانا ابو زيد فيهم. يلا هو انت ما بتفهمش. مش هكلفك حاجه. انا مش بكلمك انت. بس يعني بس على الفلوس. هي لها شروط. مش هندفعك فلوس. انا هدفع 50 جنيه. هي لها شروط. هو مش التضحيه دي المفروض ان هي كل روح. وانت هتعملي زيه وما بتفهمش. كبش. هو دي كبش. هو تضحيه. التضحيه لها شروط. خلاص يا جد اذبح واحده وسيبنا. ما ينطبقش عليهم الشروط. ما ينفعش. ليه؟ احنا جايبينهم للعيد. يا ابني ما تنفعش اضحيه. يعني ايه العيد ومش هنذبح؟ خلاص يا جد هنضحي بيه. احنا نلعب بيه. يا جدع انت واحد يفهم الكلام. هو جدك بيقول ما تنفعش تقول. لا انا فلوس. انا هدفع 50. هدفع فلوسهم انا وحسن. ماشي يا جدع انت ما بتفهمش. هو على الفلوس. وانا اتكلمت جبت. مش هدفعك ولا جنيه فيه. انا جبت سيره الفلوس. مش هدفع فلوس هم والله. وانا جبت سيره الفلوس. انا بغفر لك. انا قلب عليه. هيعصبني هو. ما ينفعش ضحيه. انا جبت سيره الفلوس. ما ينفعوش. ليه يعني؟ هيقول لا. الاضحيه لها شروط. لازم حاجه باربع رجول. ما احنا جايبينك هنا عشان باربع رجول. ما هم اتنين اربع رجول برضه. هنضحي باربع كده باربع رجول. هم شكلهم حلو. انتوا اغبياء ولا اربع رجول ورقبتين؟ جبناهم نرجعهم. ما ترجعهمش. لا لا ما احنا لا ما احنا هناخد الاثنين. الاثنين يتعملوا يوم العيد. هيبقى اربع رجول ورقبتين. طب وايه يعني؟ لا ما ينفعش. مش اهم حاجه اربع رجول. لا ما ينفعش. ودوا ايه الناس كلها؟ صل على النبي عليه الصلاه والسلام. لما اطلب منك جنيه بتكلم. انا مش انا بوفر لك والله. الواد ده احنا مش عايزين. ما ينفعش. انا بوفر لك الضحيه. طب حلو قوي. وانا ماشي. انا هتكفل بيه وانا وحاسس. طيب ايوه اكلهم على فكره رخيص. احنا كلنا معانا. احنا جايبين مين عايز يذبح دول في العيد؟ كلنا يذبح دول في العيد. احنا جايبينهم عشان كده اصلا. انت بتفهم ولا ما بتفهمش؟ ايوه بنفهم. انت عايز تضحي؟ اه. انت شفتني في مره ضحيت بحاجه برجلين؟ ما برضه ما عشان ما هو ما احنا جايبين اتنين. بتضحي بفرخ. ولد وبنت يعني دول ولد وبنت. انت بتفهم ولا ما بتفهمش؟ بفهم. هتعصبني؟ انا جاي والدنيا حر والواحد تعبان. انت مشكلتك الفلوس ولا مشكلتك الضحيه؟ الفلوس طبعا. ما مالكش دعوه بالضحيه. هنضحي السنه دي بحاجه جديده. انا لا ايه؟ حاجه جديده. يعني ايه حاجه جديده؟ عمرك شفت حد بيضحي ابن عم؟ يا ابني انت بتفهم. احنا بتوع المختلف. اه بتاع المختلف؟ اه. لا الاضحيه دي لازم نعمل حاجه جديده. يا ابني افهم. يبقى فيها ايه؟ ما انا بقول لك مش هدفعك فلوس. الاضحيه انا مش هدفعك فيهم جنيه. يا ابني افهم. الاضحيه سنه والسنه ثابته. مفيش فيها ايه تخاريف. بقول لك مش هم اتنين. هاخدك بالقلم على وشك. ولا ايه؟ ما هم اتنين. انت بتقول اربع رجول صح؟ حاجه باربع رجول مش حاجتين باربع رجول. هو احنا نعد رجول؟ اه يعتبر حاجه باربع رجول. خلص الكلام.
عايزين تذبحوهم اذبحوهم، عايزين تذبحوهم اذبحوهم، ما يقعدوش في جنينه ولا ثانيه، ما ينفعش. طب احنا هنضحي بدول وانت ضحي بحاجه ثانيه، هيعصبني وهجيب حاجه وارزعه بيها. احنا عايزين نذبح دول بعد صلاه العيد. يا عم ما ينفعش. بعد ايه؟ بعد صلاه العيد. بعد صلاه العيد نصلي العيد ونيجي نذبح زي كل سنه. كل سنه بنعمل كده. معاك من دلوقتي اسبوع، بيعهم رجعهم اذبحهم زي ما انت عايز. شيل شيل العيد ده من حساباتك خالص. لا لا احنا هندفع الفلوس ماشي. احنا عايزينهم، احنا عايزينهم. لا احنا عايزينهم ناخدهم من الحسن ونتكفل بمصاريفهم ونضحي في العيد. انا عايز اربع رجوله اهو، اتنين باربع رجول. ما هو انا عايز اقول حاجه. احنا المفروض احنا بنعمل يا جماعه مقلب، بس احنا غبية قوي، مفيش حد بالغباء ده. يعني احنا اخترنا ان احنا نعمل مقلب بحاجه غبية قوي، اللي هو مفيش حد يفكر في انه يضحي بحاجه زي كده. يعني المفروض العيال الصغيرين اصلا عارفين الكلام ده. احنا بنعمل فيهم مقلب، اللي هو بنحاول نستفزهم. وهتستفزنا ليه؟ هو سكينه واروح مطير لك رقبتها؟ يا جدع انت طيبه جدا، ده ما فيها حاجه. طب استنى استنى، ده نعمه خالص. بس انت ايه رايك في الاضحيه السنه دي؟ مش احسن من العيد؟ لا احسن من العيد. يعني عاجبيني كنايره؟ كلنا. تعال انا عايز اركب عليك. اركب عليك. وانا تعال استنى يا حبيبتي. ايه جريتي يعني؟ لا ده انا بحبهم. حبيهم؟ تعال انا مسكتها. انا مسكتها. انا مسكتها. ركبها. هنضربك يا زياد دلوقتي. ركبها. ها؟ مش عايز تركبيها؟ ليه؟ انت خايفة منها يا رباس؟ ليه؟ دي برجلين بس مش باربعة، يعني مش بتخوف. تعالي اركبي عليها رباس. وبعدين بقها قد كده. عاملة زي الكرباس، انت برجلين. خلاص يا ميري بتاعنا، خلاص يا رب يكون عجبك. هو احنا كنا في نيتنا ان احنا نعمل مقلب ونحاول نستفزهم، بس احنا فشلنا. يعتبر ده من نادرا لما احنا بنفشل في مقلب بنقول ان احنا فشلنا فيه، ما قدرناش نعمل اي حاجه. لا على فكره ما فشلناش، جدي اتعصب وكان هيضربك. انت الخيال فشلنا. انا متعود على الضرب اللي هو بيبقى ضرب بالحزام يجري ورايا الحاجات دي. في مقلب. فخلاص كده المقلب بتاعنا خلص، والفيديو كله خلص، ودي كانت رده فعلهم. ان شاء الله ربنا يعود عليكم الايام بخير، وخلاص العيد جاي، وكل واحد يشوف هو هيضحي بايه ويحاول يضحي بحاجه باربع رجول. بحاجه باربع رجول عشان الاضحيه لها شروط. بس ما حدش يروح يجيب ارنب. وين الارنب باربع رجول؟ لا الارنب ما ينفعش. النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ عليه الصلاه والسلام اما جه ضحى ضحى بكبشين، اما حي واحد عن عيلته يعني اهل بيته، واحد عن امته. هذا عن بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه الصلاة والسلام. عن امه محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش فيها. بصوا عموما ادخلوا على جوجل واكتبوا شروط الاضحيه واعرفوا ايه هي، علشان احنا ما نفتيش ونقول حاجه غلط او حاجه ننساها وتمشي على كلامنا، فتشيلونا ذنوب احنا مش ناقصين ومش عايزين وشكرا. فتدخلوا على جوجل واعرفوا واعرفوا ايه هي الشروط. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم. اللي مش مشارك في القناه يشارك دلوقتي، ونقول لكم مع السلامه.